بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين، يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب مسح الخفين. لما فرغ من ذكر صفة الوضوء ناسب أن يذكر المسح على الخفين، لأن بعض المتوضئين قد يكون لابسا على رجليه ما يسترهما، ويشق نزعه. يكون لابسا على رجليه ما يسترهما ويشق نزعه من الخفين أو الجوربين. والخفين تثنية خف، والمراد به ما يلبس على الرجل مما يسترها من الجلود أو غيرها من السواتر والحوائل التي يلبسها الناس عادة لتوقي البرد وتوقي الشوك والحفا ونحو ذلك. فلما كان المسلم بحاجة إلى لبس الخفين أو نحوهما مما يستر رجليه ويشق نزع ذلك عند الوضوء، فإن الله سبحانه وتعالى رخص له وسهل عليه بأن يمسح على هذا الملبوس بدل غسل الرجلين دفعاً للمشقة والحرج. ومسح الخفين سنة ثابتة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها علماء السنة، ولم يخالف فيها إلا بعض الفرق الضالة. وهو من يسر هذه الشريعة وسماحتها. قال: يجوز أي المسح لمقيم يعني غير مسافر يوما وليلة، فالمقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. هذه مدة المسح بالنسبة للمقيم وللمسافر، وذلك لما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم في مسح الخفين يوما وليلة، ووقت للمسافر لمسح الخفين ثلاثة أيام بلياليها. نعم. قال: من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض. من حدث بعد لبس، يعني يجب المسح على الخفين إذا حصل منه حدث ينقض الوضوء وتوضأ منه، فإنه يمسح على الخفين إذا كان هذا الحدث وقع بعد اللبس. أما إذا كان الحدث وقع قبل اللبس فلا بد من غسل الرجلين على طاهر. هذا شروع في شروط ما يمسح عليه. الشرط الأول أن يكون هذا الملبوس طاهرا، فإن كان مصنوعا من مادة نجسة أو من جلد نجس فإنه لا يجوز المسح عليه.
الشرط الثاني أن يكون هذا الملبوس مباحا، فإن كان مغصوبا فإنه لا يجوز مسحه عليه، لأنه استعمال لحق الآخرين بغير إذنهم. الشرط الثالث أن يكون ساترا للمفروض، يعني ساترا لجميع الرجل من الكعبين فأسفل، بحيث لا يبدو شيء من الرجلين من خلال شقوق واسعة أو فتحات كبيرة، فإن كان كذلك لم يجز المسح عليه، لأنه إنما تسومح في المسح على الساتر لمشقة نزعه، أما إذا كان بعض الرجل باديا وظاهرا فإنه يجب غسله لعدم وجود الحائل وعدم وجود المانع الذي يمنع من غسله. هذا تساهل فيه الناس كثيرا يا شيخ في الجوارب والخفاف، الأشياء اليسيرة. نعم. الأشياء اليسيرة التي من خلال النسيج أو ما أشبه ذلك تسامح فيها، أما الأشياء الكثيرة التي يبين الجلد من ورائها فإنها لا يمسح عليها. هناك أنواع من الجوارب شفافة غاية الشفافية لا تستر من الرجل شيئا، لا تصلح هذه، لا يمسح عليها، أشبه بالزجاج أو قريب من ذلك. نعم، لا بد أن يكون ساترا، يعني لا ليس فيه خروق واسعة أو شقوق كبيرة، ولا يكون أيضا شفافا، لا يكون شفافا يرى الجلد من ورائه. فإن قيل المراد من مشروعية المسح التخفف وترك المشقة ونزع الجورب الشفاف كنزع الجورب الثقيل، إنما رخص بالمسح من أجل الستر، من أجل أن هذا الشيء ساتر للمفروض، فإذا لم يستر المفروض فإنه لا يحصل العذر الذي من أجله شرع المسح. يثبت بنفسه، هذا من الشروط، أن يثبت هذا الملبوس بنفسه، أن يكون يلصق بالرجل سواء بنفسه أو بتزريره إذا كان له أزرار. نعم. يزرر، فإن كان يسقط إذا مشى ولا يثبت بنفسه، بل إذا مشى يسقط وينخلع، فإنه لا يمسح عليه لعدم ثبوته. نعم. من خف وجورب صفيق ونحوهما، يعني إذا تكاملت هذه الشروط جاز المسح على هذا الملبوس، سواء كان هذا الملبوس خفا أو غيره من ما يلبس على الرجل من أنواع الجزمات والكنادر والتي تستر القدمين، وكذلك الجورب على ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله يجوز المسح عليه إذا كان ساترا للرجل، لورود الحديث بذلك، ولأن الجورب يقوم مقام الخف. نعم. من جورب وجورب صفيق، والمراد بالصفيق السميك الذي يستر ما وراءه، يخرج بذلك الجورب غير الصفيق، وهو الذي يرى من ورائه شيء من الرجل، إما لصفائه وإما لشقوق فيه. قال ونحوهما، أي نحو الخف والجورب من كل ما يستر الرجل سترا كاملا، ويحتاج المسلم إلى لبسه ويشق عليه نزعه عند الوضوء، فإن الله جل وعلا رخص له في أن يمسح عليه. الحمد لله. نعم. قال وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، هذا هو الشيء الثاني من الحوائل التي يمسح عليها في الوضوء. الشيء الأول الخفان. نعم. سبق الكلام عنهما. نعم. الشيء الثاني العمامة على الرأس. العمامة هي ما يدار على الرأس ويكون على شكل أكوار بعضها فوق بعض حتى تستر غالب الرأس، ويشترط في هذه العمامة
أن تكون على رجل، أما المرأة فلا تمسح على العمامة، لأن العمائم ليست للنساء، وإنما هي للرجال، فلو لبستها المرأة تكون متشبهة بالرجال ولا يجوز لها لبسها، وبالتالي لا يجوز لها المسح عليها لأنها لباس لا يجوز لها استعماله، تكون لرجل. وأن تكون محنكة، يعني مدارة تحت الحنك من أجل أن تثبت على الرأس، فإن كانت غير مدارة ولا ذات ذؤابة فإنها لا يمسح عليها، لأن هذه لا تثبت على الرأس، ونزعها يكون سهلا، نزعها يكون سهلا إذا لم تربط بحنك، أو ولم تربط كذلك بذؤابة من الخلف، فإن نزعها يكون سهلا، فينزعها ويغسل ويمسح على رأسه مباشرة. إنما العمامة الثابتة هي المحنكة التي ثبتت بإدارتها من تحت الحنك، أو كانت لها ذؤابة مرسلة من الخلف، فهذه عمامة ثابتة يجوز المسح عليها بدلا من مسح الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. نعم. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. نعم، يجوز للمرأة إذا لبست الخمار وثبتته على رأسها وأدارته من تحت حلقها يجوز لها المسح عليه بدل مسح الرأس، لأن هذا بمثابة العمامة على الرجل، ولأن هذا يشق نزعه على المرأة بعد تثبيته. أما إذا كان الخمار غير مثبت ولا مدار تحت الحنك فإنه لا يجوز لها المسح عليه، لأن نزعه سهل ويسير. نعم. في حدث أصغر يكون المسح على الخفين وعلى العمامة في الحدث الأصغر خاصة، نعم، وهو ما يوجب الوضوء. أما الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل فإنه لا يجوز المسح فيه على الخفين ولا على العمامة، لأن المسح إنما ورد في الوضوء خاصة. نعم. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر. هذا النوع الثالث من الحوائل، وهو الجبيرة. والجبيرة ما يجعل على الجرح أو على الكسر، نعم، في العضو من اللصوق أو الجبائر أو الضماد الذي يكون بقدر الحاجة، فإن المتوضي يغسل الصحيح الذي ليس عليه حائل ويمسح على الجبيرة التي فوق الجرح أو فوق الكسر، ويكفي هذا عن غسل ما تحتها. والجبيرة تفارق المسح على الخفين والعمامة في أن العمامة والخفين لا يجوز المسح عليهما إلا في الحدث الأصغر كما سبق. نعم. أما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر لمشقة نزعها ولحاجته إليها. نعم. ولو في أكبر، ولو في أكبر يعني ولو في حدث أكبر، فلا يختص المسح على الجبيرة بالحدث الأصغر كما سبق في الخفين والعمامة. فإن ترك المسح لأجل التيمم على الجبيرة مثلا ما يجزيه التيمم، يكفي المسح، يكفي أن يمسح عليهما، التيمم لا يكفيه في هذا. نعم. ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. ولو في أكبر هذا عرفنا إلى حلها يعني إزالتها، فإذا أزيلت الجبيرة وجب غسل ما تحتها، أما ما دامت موجودة وهو يحتاج إليها فإنه يمسح عليها مطلقا ولو طالت المدة. وهذا مما تفارق فيه الجبيرة أيضا الخفين، فإن الخفين وقتا بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، أما الجبيرة فتوقيتها الحاجة، ما دام محتاجا إليها فإنه يمسح عليها
ولو طالت المدة. ومن شرط المسح على الجبيرة أن يلبسها بعد كمال الطهارة، يعني أن يضعها على جرحه أو على كسره وهو على طهارة. فإن كان يوم يلبسها أو يضعها على غير طهارة فإنه لا يمسح عليها. نعم. قوله يا شيخ لم تتجاوز قدر الحاجة، قد تكون حاجة أكثر من الموضع قليلا أو كثيرا في رباط أو نحو ذلك. نعم، الحاجة أن يضعها على الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إليه مما يثبتها. مما يثبتها. أما الزيادة التي لا حاجة إليها فإنه لا يمسح على الزايد، بل يجب عليه أن يقصر الجبيرة على قدر الحاجة. يعني في حال الوضع يجب أن تكون مقصورة على حاجة، على قدر الحاجة، وهي الجرح أو ما حوله مما يحتاج إلى تثبيتها عليه. أحسن الله إليكم. نعم. قال وإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. نعم، إذا مسح في سفر، عرفنا أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليها. نعم. أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليها، والمقيم يمسح يوم وليلة كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولكن بقي مسألة نسيناها فيما سبق، وهي متى يبدأ المسح. نعم. هناك يقول من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، يعني تبدأ مدة المسح من أول حدث بعدما لبس الخفين على طهارة، يعني من أول انتقاضة للوضوء. نعم. هذا واضح. نعم. إلى أن يأتي هذا الوقت من اليوم الثاني، يتم له 24 ساعة من هذا الوقت الذي أحدث فيه بعد اللبس. هذا المذهب. والقول الثاني وهو الصحيح أن ابتداء المسح يكون من المسح، من الحدث، لا من الحدث نفسه، وإنما هو من المسح، من أول مسحة يمسحها بعد اللبس. تبدأ المدة إلى أن تأتي هذه الساعة من اليوم القابل، أي 24 ساعة بالنسبة للمقيم. فإذا مسح وهو مسافر وكانت مدته 3 أيام بلياليها كما سبق، لكنه أقام، عرضت له إقامة، نوى إقامة في أثناء سفره، إقامة تمنع القصر وتمنع الإفطار، وهي ما زاد على 4 أيام. إذا زادت الإقامة، إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتحول إلى مقيم، تحول من كونه مسافرا إلى مقيم، فيمسح مسح مقيم. وكذلك العكس، لو مسح وهو مقيم، والمقيم محدد له يوم وليلة، ثم سافر في أثناء المدة، فإنه يكمل مسح مقيم فقط، يكمل مسح مقيم فقط، لأنه بدأ المسح وهو مقيم، والمقيم مدته يوم وليلة، فيكمل هذه المدة. نعم. أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. أو شك في ابتدائه، هل بدأ المسح وهو مقيم أو بدأه وهو مسافر، فتردد بين كونه يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر، فإنه يجعله مقيما احتياطا، لأن هذا هو الأصل. الأصل مسح مقيم، وما زاد عليه مشكوك فيه، فيأخذ باليقين، يأخذ باليقين. نعم. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. نعم. إذا توضأ ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه وهو مقيم، ثم عرض له السفر وسافر قبل المسح، قبل أول مسحه، فإنه يمسح مسح مسافر 3 أيام بلياليها. نعم. ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. لا يمسح قلانس وهو ما يلبس على الرأس، لأنها القلانس لا تأخذ حكم العمايم،
والقنائس لباس يخاط أو يصنع للرأس خاصة، فلا يمسح على القنانس ولا على القبعات ولا على كل ما يلبس على الرأس إلا العمامة. إلا العمامة لورود الدليل بها، ولأن هذه الأشياء لا يشق نزعها. نعم، هذا معنى القلانس، ولا يمسح قلانس قلانس ولفافة، يعني لو لف على رجليه، لو لف على رجليه شيئا سترهما فإنه لا يمسح على هذه اللفائف، لأن المسح إنما ورد على الخفين والجوربين، فلا يقاس عليهما اللفائف، ولأن اللفائف ليست لباسا معتادا ولا يشق نزعها. نعم. ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، هذا كما سبق، هذا يدخل تحت اشتراط الستر، أن يكون ساترا لما وراءه، فإن كان يبدو منه بعض القدم فإنه لا يجوز المسح عليه، لأنه اجتمع ما يجب غسله وما يمسح فيغلب جانب الغسل، فيغسل ويخلع هذا الملبوس. وكذلك ما يسقط، سبق أنه يشترط في المسح على الخفين أن يثبت بنفسه أو بتزريره، بنفسه أو بتزريره على الرجل، فإن كان غير مزرر ولا يثبت بنفسه وإنما يسقط عند المشي ويبدو بعض الرجل أو يبدو بعض الرجل فإنه لا يمسح عليه لعدم ثبوته ولعدم المشقة حينئذ في نزعه. نعم. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نعم، إذا لبس يعني خفا على رجله ثم لبس فوقه خفا آخر، أو لبس جوربا ساترا، نعم ثم لبس فوقه خفا، فإن كان هذا قبل المسح على الأسفل فإن الحكم يتعلق بالأسفل، فإذا أراد أن يتوضأ فإنه يخلع الأعلى ويمسح على الأسفل، لأنه بدأ المسح على الأسفل فيتعلق الحكم به. أما العكس، إذا لبس هذا الدور الثاني قبل المسح على الأسفل فإن الحكم يكون للأعلى فيمسح على الأعلى. نعم، يعني إن مسح على أحدهما فالحكم له. نعم، إن بدأ المسح على أحدهما فالحكم له. أحسن الله إليك. نعم. ويمسح أكثر الإمامة وظاهر قدم الخف، هذا بيان لما يجب مسحه، يمسح أكثر الإمامة، فإن مسح أقلها أو نصفها فقط لم يجزي، لأن مسح الإمامة يقوم مقام مسح الرأس، ومسح الرأس كما سبق يجب تعميمه، أكذلك الإمامة، والغالب له حكم الكل. نعم الغالب له حكم الكل، فيمسح أكثر، ويمسح ظاهر القدمين، ظاهر الخفين، بأن يضع أصابع يديه مبلولة بالماء، أصابع اليد اليمنى على الرجل اليمنى، وأصابع اليد اليسرى على الرجل اليسرى، يضعها على رؤوس أصابع رجليه، ثم يمرها إلى ساقه، يمرها مبلولة بالماء إلى ساقه، هذه صفة المسح على الخفين، ولا يمسح جوانب الخفين أو أسفلهما، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين. هذه صفة المسح على الخفين مرة واحدة ولا يكرر، لا يكرر، يضع أصابع يديه على رجليه مبلولة بالماء ثم يمرها إلى ساقيه مرة واحدة.
السنة في جزاكم الله خير في المسح مس الخفين أي منهما معا أو يقدم اليمنى أو الأمر في ذلك في ساعة؟ الأمر في هذا واسع، إن بدأ باليمنى ثم اليسرى أو مسحهما جميعا في آن واحد فلا بأس بذلك. نعم. قال وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، هذا بيناه. نعم. وعلى جميع الجبيرة، أما الجبيرة فيمسح عليها جميعا ولا يترك منها شيء، لأنها تقوم مقام ما تحتها، والذي تحتها يجب غسله جميعا، فالجبيرة يجب مسحها جميعا ولا يترك منها شيئا حتى يكون قد طهر جميع البقعة التي فيها هذا الجرح. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. نعم، لو انحسرت العمامة وظهر بعض الرأس فإنه يبطل المسح عليها، فيجب مسح الرأس. أو ظهر بعض الرجل، ظهر بعض الرجل من الخف أو من الجورب، فإنه بذلك يبطل المسح، لأن المسح إنما شرع يوم أن كان العضو مستورا، فإذا ظهر فإنه يزول العذر ويجب مباشرة العضو بالطهارة. نعم. قد يتسامح بعض الناس في جورب في خفه فينزل أدنى إلى ما دون الكعب فيكشف بعض القدم، هذا يوجب عليه أن أي نعم، إذا نزل عن الكعب بطل المسح عليه. حسن الله إليكم. لكن فيه قضية. نعم. وهي أن بعض الناس يلبس جوارب ويلبس فوقها خفافا قصيرة مكشوفة، يسمونها المكشوف، تحت الكعبين، يلبس خفاف قصيرة تحت الكعبين، فإذا أراد أن يدخل في محل أو في مسجد يخلع الخفين ويبقى عليه الجوارب. نعم. هذا يجب أن يتنبه أنه لا بد أن يبدأ المسح على الجوارب حتى يتمكن من خلع ما فوقها عند ما يريد الخلع، ولا يؤثر هذا على طهارته. الحمد لله. أما إذا كان مسح على الفوقاني فإنه لابد أن يستمر معه، وإلا إذا خلعه بطل مسحه. بطل مسحه. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية لقائنا من شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ما ينفعنا من العلم والعمل، ولكم تحية في الختام من زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.